الدار. زينت الدار في نهارك زين. زعما اليوم على شنو باش نحكيو في زينت الدار؟ اليوم باش نحكيو على الديكور نتاع الدار لسنة 2024-2025. نعرفوا الحقيقة انسي وسرتو مدام مونيا إذا كان ما تبدلش الديكور متاع دارها وإذا كان ما تبدلش حاجة في الدار تحس روحها مش مرتاح بالضبط. هذيك علاش تحضر معنا اليوم ريم العامري مصممة الأثاث. صباح النور يا ريم. صباح الفل نجلة. صباح الأنوار. عايشك إلا منورة. عايشك ميرسي. يعيشك ربي. نوركم الحمد لله. احنا في فورما الحمد لله هكا خاطر ديجا توا قريب نكملوا نهارك زين دونك شقانا في فورما الحقيقه. به اليوم باش نحكيوا على الديكور نتاع الدار لسنه 2024-2025. نحبوا نعرفوا شنو فما توندونس كيفاش نجموا نزينوا الدار نتاعنا يا ريم. به بالنسبه ل 2024 و 2025 تحس مش نرجعوا شويه كيفاش العام السبعينات معناتها الفتره ذيكا وفي نفس الوقت مش ندخلوا التكنولوجيا مش يكون ما بين زوز هذوما معناتها مش يكون التركيز العام 2024 و25 على الاساليب والطرق اللي تتميز بالهدوء والطاقه والعصريه لديكور التصميم الداخلي. خليني نجلى اول حاجه نبدا بالحديث على الطراز اللي مش يكون ترند لل العام هذا واللي جاي ان شاء الله وهو الطراز البيوفيلي اون فرونسي نقولوا بيوفيليك ديزاين. شنو هو هذايا اون فيت؟ اون فيت هو كونسيبت يعبر على العلاقه بين الانسان والطبيعه واللي يتجسد في تزويد المنزل بعناصر طبيعيه ومواد مستدامه وبديله مع توسيع احجام النوافذ لتحسين الاضاءه. مع ستايل هذا المساحات والغرف المحلولين من على بعضهم مش يتراجعوا ومش تكون الغرف عندها خصوصيتها ومستقله واكثر حميميه. تحس دونك ما عادش نحكيوا على باب يحل في معناتها باب البيت يحل باب بيت اخرى كل واحده تكون منعزله هكا تقصد انت ها؟ ايه تحس مش نرجعوا لاسلوب السبعينات في تزيين بيوت النوم وبالاخص انا القوه في المفروشات سامحني وفي الليميغ اللي مزينه برق الجدران المزخرف مع سياده الالوان الماغون والمتاغد والفيولي. مع هذا الكل مش تكون بالطبيعه تكنولوجيا حاضره بقوه وتتكمل بسلاسه مع المساحات الداخليه لتوفير راحه وتسهيل حياه الساكنين. معناتها مش حركه صحيح مش ديكور كلاسيكي مش نبعدوا على التكنولوجيا وكل شيء. بالنسبه نجله مش نحكي على فيما يخص مواد الديكور والانسجه والاكسسوارات مش نلخصهم في اربع نقاط مهمه وشامله. اول حاجه مش يتميز العام هذا بالرخام للارضيات وبديل الرخام والاخشاب للجدران بمساحات واسعه. ثانيا مش تكون الاقمشه والمفروشات منقوشه بنقوش دي فلور اي دي بلانت واللي مش تكون بدورها موجوده على الليفاز والاكسسوارات. ثالثا القطع الفنيه يدويه الصنع مهما كانت الخامه نتاعها مش تكون حاضره بيوفرها في الديكور مثلا كيف الخشب المنحوت يدويا والمنسوجات واللوحات الفنيه والاكسسوارات. ديجا معناتها اكيد لاحظتوا انها رجعت التحف هذه المنقوشة والصناعة اليدوية أكثر معناتها. رابعا وأخيرا مش تكون عناصر الإضاءة عالية التقنية بمجال الديكور واللي تتغير ألوانها وقوة إضاءتها عندها حضور كبير باش تضيف طابع العصرية ل 2024 و25. إن شاء الله تكون اختصرت أكثر ما يمكن يعني مش ما يدهمناش الوقت. ليسونسيال الحقيقه الفكره وصلت واحنا نحبوا ديما الشبابك نتاعنا كبار باش كيك تدخل الشمس ويدخل الضوء. نحبوا زيدك الالوان الترابيه مدام مونيا انت لاحظت السعاده نتاعي انت الالوان الترابيه 2024-2025 الالوان الترابيه والكلاسيكي الكلاسيكي ربما المودرنيزي شويه ولوني انا ما نحبوش مودرنيزي نحبو كلاسيكي كلاسيكي اما بالحق الديكور الكلاسيكي قداش فرحه معناتها انا كيف قالت رجع معناتها حاجه خرجنا من الرتيبه نتاع النهار المراه تخدم الراجل يخدم وهيك
كي يرجعوا للدار هكا يحسوا براحه. في نفس الوقت ما نجموش نبعدوا على التكنولوجيا خاطر مش توفر لنا الراحه الجسديه على الاقل، الراحه النفسيه في الالوان وفي الاثاث وكل شيء. والدار احنا كن الحقيقه كنبداو ناثوا فيها والكل نركزوا في التفاصيل على خاطر هذيك معناتها بقيه للناس اللي تخدم هاكا تعدي سوايع في الخدمه بالزبط. والراحه والسكينه تكون في الدار هذيك هذيك علاش نحبوا ديما نكونوا مرتاحين. سيره هذه انت تركز برشا مع الاثاث الالوان والا ما عندكش انا كي الاسعار مش من اختصاصي. انا تعرف صورتك سيراني شو مش تقول لنا مادامك فرانسيزون هكا والكل كل الكلاسيك معناها كل حاجات القديمه الكل هكا اكيد راك شفت في اللوفر عندي بيان سور هكا لابارتمون دو بونابارت اي لابارتمون صراحه روعه لابارتمون دو ماري انتوانيت معناها حاجات الحقيقه مزيانه برشا دي فالور برشا هكا تضفي فخامه على المكان معناها تحس روحك تعيش في تعيش هكا زمان حبه معينه معناتها هو هو فما الناس ليه راهم ما يحبوش اما انا سبحان الله هكا وهذيك هكا جوي انت سيرادي من الناس هذوما تحب هكا الحاجات القديمه شويه تحب تزين بهم الدار والا والله سي بلوتو مودير نحب الاسباس كما كان تحكي نحب الاسباس نحب هكا لي كانابي هكا يبدا معناها مع شكل كونفورتابل لي سالون تاعنا القدم مزمنين اللي هما ماهمش توتافي كونفورتابل تحب تكون قريب للطبيعه اكثر ولا بيان سور تنجم باقل الاسعار معناتها حتى في وقتنا توا تلاحظ انه العبيد ما عادش عندها الوقت باش تلهي بالنبته كما نقولوا الحقيقيه معناتها تنجم تجيب ارتيفيسيال اي اصطناعيه تزين بها دارك تحس هكا بالراحه وان شاء الله يا ربي ديما ديارنا عامره بالخير وان شاء الله ديما ملمومين في الخير وان شاء الله ديما هكا ديارنا تكون مزينه وتكون فيها السكينه وتكون فيها الراحه. توا العشره بالضبط وصلنا لنهايه برنامجنا اليوم من هارك زين. خلينا نشكر سي راضي لنور